اللي حابب احكي بهذا الفيديو، طبعا مساء الخير. اولا، المحامي بهولندا بالنسبه لمقدم طلب اللجوء هو على حساب الحكومه الهولنديه. الحكومه الهولنديه بتعين لكل مقدمي طلب اللجوء حسب القانون محامي. طبعا هذا المحامي على نفقه الحكومه الهولنديه، بتم بتواصل معك، بيسمع حكيك، بيشوف قضيتك، في ملفات ماشيه لحالها، بيصلح لك بعدين المقابله تبعك اللي انت عملتها مع الاي ان دي. في بعض النقاط هو بيراسل فيها الاي ان دي بيصلحها. طبعا اذا انت من دول تعتبر غير امنه وتحت تحت بند يقبل لجوءه، رح يقبل لجوءك بشكل اوتوماتيكي. بس اذا انت طبعا هون في عندك بصمه بغير دوله، في عندك انت جاي من دوله امنه، كمان هون المحامي بيلعب دور كبير بتقديم أدلتك الشخصية عن سبب تقديمك اللجوء بهولندا. طبعا مثل ما قلت لكم، فيك أنت تعين محامي على نفقتك الخاصة، وفيك تقبل بالمحامي اللي هيكون ما متحيز للحكومة الهولندية أو للدولة، لا هي ليكون معك محاميك، بس هي الحكومة بالقانون هي اللي هتدفع تكاليف المحامي بشكل كامل.